الحقيقة احنا مختبر زراعة نسيجية تابع مديرية زراعة البصرة، اللي اول مرة على مستوى العراق انه نزرع الموز صنف جراند ناين، وهذا الصنف عالمي. جلبنا البراعة مالته، وحقيقة كان تحدي بالنسبة لنا انه ننتج موز في محافظة البصرة لهذا الصنف حصرا، لانه هذا الصنف له انتاجية عالية وقصير الساق. لماذا يعني بدينا بعمل الموز؟ هو نباتات كثيرة. الموز بالسبعينات من القرن الماضي كان هنالك كم شجرة في كل بستان، الموز المحلي التقليدي، لكنه هذا الموز انقرض يعني قبل 30-40 سنة، يعني لا يوجد موز في البصرة. والبصرة يعني لأنه ظروفها البيئية ملائمة لإكثار الموز لأنه هو استوائي، فأجتنا فكرة أنه ممكن نجرب نجيب صنف جديد غير الصنف المحلي، أنه هذا ممكن نكثره نسيجيا وننشره بالبصرة وبالمحافظات الأخرى.